أنباء. وصل بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مساء أمس إلى نيو دلهي في بدء زيارة رسمية لجمهورية الهند. وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله دولة السيد محمد حامد أنصاري نائب رئيس جمهورية الهند، كما كان في استقبال سموه بمطار أنديرا غاندي معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية آي أحمد ومعالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن عبد الرحمن بن صالح البنيان واللواء الركن حسين بن محمد العساف وسفير خادم الحرمين الشريفين في نيودلهي الدكتور سعود الساطي والملحق العسكري السعودي في نيودلهي العميد الركن سعيد القرني وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة الهندية وسفير الهند لدى المملكة علي أراو. هذا وقد أعرب سموه لدى وصوله إلى نيودلهي تلبية لدعوة كريمة من دولة السيد محمد حامد أنصاري نائب رئيس جمهورية الهند عن سروره بزيارة الهند ونقله تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود. وأبان سموه أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على توطيد التعاون بين البلدين في كافة المجالات وتعزيز التشاور والتنسيق بينهما في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة أن العلاقات بين البلدين قد شهدت نقلة نوعية كبيرة على إثر الزيارتين التاريخيتين اللتين قام بهما خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود للهند عام 2006 ودولة السيد مانموهان سينغ رئيس وزراء الهند للمملكة عام 2010، واللتين أسستا لبرامج عمل مشتركة لتنمية العلاقات تحرص قيادة البلدين على تنفيذها تلبية لتطلعات الشعبين وبما يعزز المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. بعد ذلك توجه سمو ولي العهد إلى مقر إقامته. ولدى وصول سموه إلى المقر كان في استقباله أعضاء السفارة السعودية في نيودلهي حفظ الله سمو ولي العهد في سفره وإقامته. هذا وقد قام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أمس بزيارة نائب رئيس الجمهورية الهندية الدكتور محمد حامد أنصاري. وفور وصول سمو ولي العهد التقطت الصور التذكارية، ثم عقد الجانبان السعودي والهندي اجتماعا رحب في بدايته نائب رئيس الجمهورية الهندية بسمو ولي العهد متمنيا لسموه وللوفد المرافق طيب الإقامة في الهند. من جهته نقل سمو ولي العهد تحياتي وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود. وعبر سمو ولي العهد عن سعادته بزيارة الهند مشيرا إلى أنها تأتي استمرارا للتعاون القائم بين البلدين، مؤكدا أن المملكة حريصة على تعميق التعاون بين البلدين. وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون الثنائي بين المملكة والهند والسبل الكفيلة بتطويره وتعزيزه في المجالات كافة بما يخدم مصالح البلدين.
وعقب الاجتماع وبحضور سمو ولي العهد ونائب رئيس الجمهورية الهندية جرى توقيع اتفاقية تعاون بين البلدين في المجال العسكري، تشمل التعاون في التدريب وتبادل الخبرات والزيارات بين العسكريين. وقعها من الجانب السعودي معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار مدني، ومن الجانب الهندي وزير الدولة لشؤون الدفاع جيت تاندراسين. عقب ذلك شرف سمو ولي العهد مأدبة العشاء التي أقامها نائب رئيس جمهورية الهند تكريما لسموه ومرافقيه. وقبيل مأدبة العشاء صافح سمو ولي العهد الجانب الهندي في حفل العشاء، فيما صافح نائب رئيس الجمهورية الهندية الجانب السعودي.
وخلال حفل العشاء ألقى نائب رئيس الجمهورية الهندية كلمة استعرض خلالها الزيارات الثنائية المتبادلة بين المملكة والهند على أعلى المستويات، مستذكرا زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود للهند وزيارة رئيس وزراء الهند مانموهان للمملكة العربية السعودية، حيث أسهمت الزيارات في وصول العلاقة بين البلدين لمستوى استراتيجي متميز، وأشاد بالتقدم والازدهار الذي تشهده المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، منوها بما يحظى به المغتربون الهنود في المملكة من عناية واهتمام، وأكد أهمية مواصلة البلدين جهودهما المشتركة لمواجهة الخطر العالمي للتطرف والإرهاب. إثر ذلك ألقى سمو ولي العهد الكلمة التالية: أشكركم على كلمتكم، ونحن في السعودية عندما نزور بلد الصديق الهند نشعر كأننا مع أخواتنا. ويسعدني بداية أن أنقل تحيات سيدي خادم الشريفين الملك عبد الله بن العزيز وتمنياته للشعب الهندي الصديق المزيد من التقدم والازدهار، وأن أعرف عن دولتكم عن شكرنا لما أبديتموه من مشاوى الدية تجاه المملكة، وننوه بالعلاقات تربط بلدينا بين بلدينا وشعبينا، ومن دوائر حلولنا أن الصداقة السعودية الهندية تسير كوافاق رهبة من التعاون والشراكة من الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية لمصلحة الشعبين الصديقين. والذي يحرص في خدمة الشريفين حفظه الله على تعزيزها إضافة إلى ما يجري مع بلدينا وشعبينا من علاقات تاريخية تنظر للمملكة الكروية المشتركة. نحن تحقيق الرفاهية لشعبينا وإعلان السلام والاستقرار لشعوب المنطقة. ويتريب لي أن أعرض على ارتياحنا للتعاون والتشاور القائم في الأجهزة المختصة في البلدين في القضايا التي تتم المشترك، كما نأمل في توسيع التعاون بين القطاع الخاص في البلدين ومجال الاستثمارات المشتركة لما في خير شعبينا وبلدينا الصديقين. وفي الختام أشكركم على ما لقيناه من حفاوة وأتمنى الشعب الهندي الرخاء والازدهار والعلاقات بين بلدينا صديقين مزيد من النمو والتقدم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضر الاجتماع وتوقيع الاتفاقية ومأدوبة العشاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس ديوان سمو ولي العهد المستشار الخاص لسموه، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز خوجة، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر، ومعالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار مدني، ومعالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن عبد الرحمن البنيان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند سعود الساطي، فيما حضر من الجانب الهندي وزير الدفاع الهندي أنتينيو، ووزير الدولة لشؤون الدفاع جيت تاندرا، ووزير الدولة للشؤون الخارجية آي أحمد، وكبار المسؤولين في الحكومة الهندية.